نما يهو ننكان وننكي هبر قدير بو ادو دايا إلان ويل كالدلي رير أحمد بو أها رير بالو أها بچاچ لها بچاچ لهي قرحية دلو ديبي أو حمر لقيي يعني حرادة بولحة وكورنيل محمد أويس قرحية دلو قول الدلي بچاچ لهي لدلي باوحو أها رير بالي رير أحمد بو أها أو مريحانا ننك الدلي نوانين هبر قدير أه أو عير أن رجينا يو مركان ننكان ما داما لقو دقيا هاي wuxuu yiri dhageystanimayo waa ninkii baarihi loo diray meesha oo wax sii dilay way maahano wuxuu yiri nimayo duugna waan dhiibaya anoo ka wakiil ah ninkan wax dilay oo cayirka ah anoo ka wakiil ah oo wakaalad aan qaadayo duug waan dhiibi magta waan bixin shashafa ma laha waan bixin macnaheedu wax kasta oo ma arkayse quseeya dilka wiilkiini oo ninkan cayir dilay أنا وكيلك أنا بحناية وحن صمينا يا كدبنا ماركي سنين كان عير كأه ديارت بان سارنا يا لبادا نين أكله مريحان يوغونا كورنيل محمد أويس دلي إلان كي كلا أوابا دين طيب بچاچ لها إيغانا وان قادي حمر بان لتقا يا حمر مركان لتقو محكمة دا قنقار بان فوري نين كان وحان كو حكومايا شانسانو او عايركا سيداسان مرقاتيين ايا كدبنا ما داما مقتا قادتين وافصحا يا إساق اذين كي انناغ ساسان كو كلا دماني مريحانو نمان كان لبادا مريحان ايد دلينين كان رحوين كرنيل محمد اويس دلينا وحاوي ايجانا باريتان كي وحوا لغو اي انا دهاي ننكي كو مرقاتي فوري لهانا هدى آقيرو بجراء waa kan hadda kiina amagta aan idin ka siinayo marka labadiini qofoodna mariixaan waa idin soo celin ninkii la dilay bajaajlaha idinka idin ka dhashay reer axmedna magtiisi qaata kan dilayna dadka hortooda shan sano ku xukumaaya oo xariga shan tan sano marka ku xukumo laba bilood ama saddex bilood kadibna waan sii deysanaya ilaa magti waa kala qabnaa horta shuuta sidaas uu sheegay nimankii mariixaanka ahaa إرر أحمد إرر مجالك أها وركا عنكو سينا يبيا كما دبعان واي حقيقة دعضي واي نمان كي إرر مجالك مريحانك أها إرر أحمد يشوط تاسي إسكو راعين وإسلا أقلادين الله ري مركا إسلا قاتين نمان كي وحالقو يري مركا أردها طولكي نكالا سو جارسية أرين تكاد نادعية مركا إنان مكتا قادنو وننكا نهدو دي لسيدايو نمن كان حمر انتان جينو دبان اسو دينو او وخا لوغو وايي ان دهنو نينكي مركو مرقاتيين لهانا اخيرو جرا ان دهنو نمنكي مركا رير مغالكا مريحانكا واي سو بخين نمنكي رير باديي او يمادين وخاي كو يرادين نيمايو ارينتانا جيرتا وخان ربنا مقنا انان كا قادنو ويلكين ما سو نوقناي او دنتاي مقتنا ادينكا قاتا ولي رير باديها لعقتا مقتا اه ادينكا قاتا انغا شيلين ادينكا ما ربنا انغا دوقت كلي ان لينا ومعنيه شاهد دوبته أيام معنيه اللين هاي نين كان ولا سود دينا يا حمر مركل الجيو كدب ولا سود دينا يا إني ما كان لبضع نولا سود دينا يا نين كان ماركة يسمع معنيه وحد لينا حوي ماركة يسمع مكتين وابا قبطان جران كهلا جد وفيه سداسى مركل ييري نمان كير مجال كه سداسى أي دهان كوير هالبعد ياش مركة قرية يساقر تر مركة ما بالله هذا لمبا معنيه هرت حبضة سدى يقول عدون تان كوشيجا nimankii marka mareexaanka reer macnihii miiga joogay qoriyo ay soo gurteen ma wiilkeena wiilkii dilay baa la qaadayaa garoonkay xabad ku bilaabeen marka niman marka waxaa joogay meesha iyaguna habar gidir ah oo abgaal ah oo macnihii ciidamada ku jiray oo dawladda federaalka ahaa iyagii marka waxay la safteen ninkii ninka dilay oo la qaadi rabay ayay la safteen marka xabadda ku dhimatay 12 qofood ayaa dhimatay labaatanna way ku dhaawacantay labada dhinacba dowlad Soomaali iyo dowlad Itoobiya 12 qofood baa ku dhimatay labaatanna way ku dhaawacmeen marka laga reebo ninkii la dilay ee bajaajlaha ahaa oo la ceejiyay ee reer Baale reer Axmed ka ah mareexaanka oo qaraxa geeyay xerada UK isla markaana qaraxaasi lagu dilay Cornel Maxamed Aweys oo isagana u dhashay Mailand gadaa hadda waxay qabtaa 14 bay qabtaa meed ah marka Cornel Maxamed Aweys iyo wiilka bajaajlaha lagu daro 20 dhaawac ay qabtaa khasaare ay qabtaa rasaas torta sidaas ay ku bilaabatay oo shuute
معني وحاسو ماشي لتجي مركو ماشي كدجي او جوني ودجاي يبا انتاس ايو ابابولاي مركي الدمبانا وحاوي رصاص صاص يقول علي وضتك واوصاقاتي سؤال مركا انكو يديو اديك الصوماليا وكورنيل شوتي معني نن عدالات اميا ومعني قرصور صوماليات فرديه مسد دمو جديد بو كتر سي مركا دمو جديد ميو كتر سي هي مس عدالات واي ماشي اسو حكا وغاتي مركا ويل كان باتشاج لها او ودشاي رير احمد رير بالي كسي اه مريحانكا اه او قرحيده غيناي مركي لو وريسناي سان شلي ايدي شيغني نيمان كان غوديغا لا ديري مركي هور استاغين وريا قرحا كو سو ديباي حسن شيخ محمود ايا الى سو خريري ما هاد صلاه قد كو كجري ويلا سو خريري تصاله وايا معني لباله او معني مريحان اه وابن دولا قيبتا افرتن سدحات اه نينكي عيدمده ما اركيسا اي هوبكا معني مركو ديداي كورنيل محمد اويس ان لا سوررو ماركيسا معني صحيحي وحاسو دن بو شغي ان دكوري وحبا مرهبين مركاسا وحا لغو يري وريا دد كان مقعيدود اسو قاداي ما اهاني شباب با سميي ده وريا شباب با ايسو ديباي ده ان الشباب تاي شك شباب اسما اركن بو يري شقنا كوماليهن باشا ماركاي ميل هدا هدا اي غادي كباسا انت لغي ايا لعيجيي عيجا لغو دلي وحانا عيجيي نينكا هبر قدير با عيجيي ومعني ديرا اي محكمة دبين بينتا لسو تاقي الهي بان اذن كتلا رينيي الهي جي محمد سمي بان اذن كتلا رينيي نينكا دير اي اوكيال كحرنا او قدiga وحبارا ايو كجرا لها مركي وهلا اي محويري كلها نينكا وو استاقي مركو استاقي وفريسان ايبو يري مركو فريستي نفتا كبحدي قفكو ديمان كرا مرولبا لكن معني حتى وح عقلي قبني ادم كولو ايالا شاقا بان هدا شاقي سيد وح وحا شاقي ساب معني بان او اك موقتاي او شاطي بان ادوطا ما داوطين مسا بان بان كشاقا نين كرنير او كيالك ووطي او معني ويلك عيجيي محو يري مركي معني شوطة او هرتاقنا معني نين كيساقا فريستي هو تاقنا وفريسانا ويري نفتنا ويكبحدي نفتا كولكتي horta shuu taqiyanadaas u la yimaaday adinka xukun saaraya haduu yahay nin markaysa al shabaab ah macnaheedu haduu yahay damo jadiid iyo haduu yahay garsoore Soomaaliyeed oo umada Soomaaliyeed u dhaxeeya oo cadaalad falaaya horta sidaasi idinka kala saari doona nimankiina diyaaradda waa la saaray waxa weeye ninkiina diyaaradda waa la saaray wax dilay intaasii marka waxa ka fahmaysa dhigi Cornel Mohamed Aways ayuun baa la boodbootinayay ninka digli iyo mirifle ayuun baa dhigiisi la boodbootinayay nimanka mareexaanka ah ee reer magaalka ahna reer Ahmed shuuta saas u la yimaaday way ka ogolaadeen marka nimankii mareexaanka reer baadiyaha ahaa ayaa nimanka dagaalamay ah oo diiday oo yiri meeshan ma joogta aha xukunka inta ku wada rid kuwan mareexaankan haday wax dileen inta xukunka ku fuli oo Cornel Mohamed Aways ay dileen okay ninkan cayirka ah haduu wax dilayna markaysa isagana xukunkiisa inta ku saar laakiin mag hal qaato maxay tahay adiga maxkamadii aba ka socod ninkan maxkamada ka socdo oo magaan wada dhahay muxuu yahay ma isaga macnihi isaga ma ku wax dilay buu isaga macnihi ma abu u yahay mareexaankii baad marka nimankii reer baadiyaha xanaaqay xanaaqayn bay xabada saas ku bilaabeen markii dambana iyadoo xabada ay socoto barnaamij ayaa macnihi diyaarad lagu saaray nimankii haddaba nimankii hadda xamar ay joogan waxaad arki doontaan nimankan dambi waa lagu waayay iyadoo la dhahay mareexaanka ah dambi waa lagu waayay hadaan wax isbedelin waay maadaama dambi lagu waayay ninkii ku marqaati furi lahaana macnihi uu dhintay kiiskaas meesha ku dhamaaday Cornel Mohamed Aways ee u dhashay digil aw mirifle ninkan habar gidirna cadeyn looma hayo ninkan macnihi waa lagu eedeeyay inuu maarkaysa ninka bajaajlaha dilay laakiin wax cadeyn looma hayo sidaasay la soo dhus dhus dhihi doonaan sidaasi ayay la iman doonaan sirtan soo ogaanay annaga meesha dhex joogna kama noqonaysid mana ku noqonaysid sidaasi waay sida meesha wax uga dhaceen marka walaalayaal waan idin salaamaynaa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo xaaladu way hadhahadha xumaanteeday gaadhay ma arkayse macnihi dalka Soomaaliya meel xun buu ka dhacay dagaal sokeeye
وحاوية لما هران بو بيو اكتهي مقدشان وحاوية إن لا إسقوس قوستو أو لا إسعونه أو هلبها معاني لا دبتو لا إسكدبتو وحاوية وحبدا مجرتو هادا باشا ويسوا كركرتي ويسوا بسلاتي ماشي اقو درنايت أيي مريسا وركي أو كوبان واسيداسي نمانكي دول بهانتانا شليتو لو حاوية ساسي ادقالامين صليقي قوج عبدالدهي gadaashii say ku ururiyeen nimankii maadaama dhor iyo 10 sano meesha dhufaysiyo ay ka qodanayeen laakiin inta kale waa laga xureeyay marka tabartoodu waxay noqotay in ay soo duqeyaan isbitaalka iyo goobaha caafimaadka ayay haatan soo duqeynayaan oo dad fara badan aan rajaynayo in ay ku dhamaadeen maantaba dagaalkana wali waa uu socdaa waxay ku dhamaato waan arki doonaa walaalkaan ayaan 2 daqiiqo siinaya kadibna way isma xalaameyn doonaa biin ilaahi baari walaalka qadka ku jira maxaa ku dareysa 2 daqiiqo halo macallin waa ku haa macallin aan horta waxaan rabaa inaan dadka fahansiiyo nimankan muqdisho jooga inaysan ahayn niman xaata hawiyo u shaqeynaya aan galjeel aan ciidankoodii waa arursadeen waa bixeen bal annaga iyo nimanka hawiyo isbahaystay oo gabdhaha naga laayay waxaan kala helnaan leenahay dhe hadda saa kula hadlayo niman habar gidir ah oo afduuban galjeel ma garad qaarkood xataa waa daawatay mar maraynaya marka nimankan horta meesha jooga waa niman adooma ah waxay u shaqeynayaan nimanka kismaaye fadhiya khaasatan nimanka kismaaye fadhiya ogaadin axmed madoobe iyo unaas u shaqeynaya maxaa ku cadaynay bal ilaahay baa ku darshay ciidamadii mareexaan baa la burburinaya tiknikadii baa laga qaaday doolow iyo garbahaare iyo balad xaaw waxaa la rabaa marka waxaa la rabaa in la keeno un alif iyo axmed madoobi waagii hore wixii sheegi jiray ma soo baxeen warnimankan xataa nimanka wiyo u shaqeynahay inay sarahayn ma soo baxday dhaqaalaha la qaybiyo fiiri yaa qaata انت اقول بدن تاني يا احمد مدوبة قاتا حسن شيخ يا كان صدي احمد مدوبة تاني بقى كان صدي اتكن اوكي ساتي مري مرقا تيوى لقاها مرقا نمان كان ونمان كان نوع عاسا امي سا كدما تاي مريحان سنت كان امي سا رحان وين سنت كان كدما تاي امي سا حوالة كدما تاي امي سا ابقالي هبر كدير كدما تاي ورنمان كانوا هرت المحيهين فاهمة تتكويني واح فاهمان بالا ربعا warkuwa hawiyow oo xasan sheekh ku taageeraya hawiyanimo ma nin hawiyanimo wax u shaqeynaya mise waa nin cid kale u shaqeynayo hawiye baabinayo hawiye dhaawaciisii iyo dhimashadiisii iyo burburkiisii iyo dhaqaale burburkiisii aan tan kale ahayn hawiya bal yaa ka dhimanaya hadda ma jeertee bal yaa ka dhimanaya ogaadeen ba ilaahay baa kugu dharshay imisa ka dhimatay xataa hawiye imisa sanadkan ka dhimatay imisa dhaqaale burbur ku dhacday warninka ugu yar oo dhaawacma baa $100 lagu daaweeyaa oo xagtin gaarto oo faashad ugu duuba iyo waxaa la yiraahdaa isha wax yar loo dayaa waxaad moodaa kan ay niskaha ka jabay oo $100,000 oo doolar naftiisa ka badalay ku baxayso imisa ayaa dhaqaale burburkaas markii laga tago imisa ayaa hub la furta hubka laftirkiisu waa dhibo dhaqaale ku fadhiya waxaana iyaga isku difaacaysay in hubkii lama laga qaato ama laga furto labaduba dhibaato ku tah ayaga marka qof ka dhiban mahayo naaguhoodii asayba u wada saaran dadkii koonfurta deganaa oo xataa wax ka dhalahaya male mafahant kuwan garoowe waa u dhalanaya nimankoodi waa u nool yihin waa u baaqi kuwa kismaaya nimankoodi waa u nool yihin waa u baaqi horta waa in dadku wax fahmaan dadku waa in ay wax fahmaan waxa weeye nimankan xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad iyo ninkan la yiraahdo magaciisa daar cala sow iyo waa niman u shaqeeya nimankaas ogaadeen oo xaqiiqo ah kuwooda hadlahayo weligood axmed madow wax kama sheega firi daar cala sow weliga axmed madow wax ka sheegay maratay eedaynaya maratay weliga inta social media ku jiray waa nin ka soo tabay habar gidir oo dhan ninka ogaadeen uga aangeliyay weeye ogaadeen hanbu soo haystaa asagu ogaadeen inuu yahay soo haystaa laba kartaa sanaab ku leeyahay ogaadeen iyo qalbi dhagax
أي أياش أودي بيرك يسوقها ينو قديم بنا أو الله سب أو سب برير على لوك دواي فيديو ما دعوت سمع السوشيال ميديا هو كتير عن أول سنة كتير سمع داون إن أرتين كان مكان إن وحي أسوق عن قليل هوي أن قديم بيوق عن قليل مركا وضد كان كوفرت وين حساب تمام وإن أي وحمان سلا حوال ذا أبا حد أو قال وإن هبرك ذا أبا حد أو إسكت عيسى كان سكان أو أي أركان نمان كانوا ماشى أي كوران وأبقال وأنا بحان الله تريران وحكم ومر يحان وأنا يفدى يكاك عانا وحكم إسكت عيان حتى فيري بالكوان حتى أنا قو أفايين كمر يحان بانا أنا قا أوه الله وحكم الله الله مالي سيدوه دانا مر يحان قفك الله الله مبوت شريبه كي سوك لا يتي سوك شارع سفيا عن إيا عقل إيا مسكح كما هذا شيء ويسكب عيره هذا أنا أقول لك إنه طار شيء حقيقة تعبت هذا الكي قدرك حساسية بك قاعدة ور إلهي بقى هو قدر شيء هذا فيري نين كان محمد أويس لي هذا يا دري وحات لي نين كقدومية هذا شيء طي أو لي هذا إنا بولا كريه هذا كواي قطوا الله رجع دوار بوا مرتين ملاك الله يراده وانساسو ساسو وانا فريانكم ريحان وبنتي سو إن كده كده ورا هو كده مني يا ما غشين ولي جاي أنا ما كده الله كل الكشنات بان كان لي مريحان كت هذا رضي بحر حرام وحان كان لي كل مزق وحان كان لي كسبان يا برافو كشري عقد يجي إنه موح النقض يجي لي ترى دال حتى أنا أو أن كده يقصوا بحن أو أفكر كده لقى مقل أيه كده كده كويسة روح حارس كتير في كده كده كويسة إيه محلي هذا نكي للدري أو محلي هذا هبل أوي اسمحوها واحد دري قدومي يعني كلب حي قبل كجدو إنا بقول لك رأيت بعورتك كمسؤول إيه أبصلا بكال كوكر أسرع أيام كمسؤول إيه ودري ما فهمتي تذكر أسرع أيام بابي إناي نكك عن يراه هو أحمد مدون أحمد مدوبي يا ما هاد صلاة iyo shootana waa asaga bar shoota waa ke oo shoota soo ninkii ku bedelayay ma ahan wiilka jareerka ah oo maskiinka ah ninka abgaal oo inta qofka deel ku bedelay soo shoota ma ahay ma shoota maanta cadaalad u soo fariisatay allah hantaan qabiiladu inay dadku deegaanada iyo qabiiladuba waxaad moodaa inay kala gabsan yihiin bal ilaahay baa kugu dhaashay maxaad u maleen lahayd intaas oo qof oo maanta inta laga dilay sacad waxaan socdaa intaas oo qof oo maanta inta laga dilay maxaa yeelaa isaan انت اوقف او ما انت اللي قد لي ما تيرتين محاضر مالين لهاي انت اوقف او ما انت اللي قد لي محاضر مالين لهذو قادين اما سادر كلا هاي او ديال شاسحافات قبان هاي سياسيين ورد صوتور هاي مدحرات ان عيدا ما يسعر نصر هاي اما سادر كلا هاي وروح هان ملوم او يام بوحا نحييهين وروح هادي اشان سيد السودامة انا اعذر في فلميت كلا ليهذا ميرا كانوا نو يلا هذا يونين كان ليلا هذو ان ina bolla gareed ayaa hortag masuulka ah oo dilay ninka wakaalkook ayaga dilay ayaga ayaa dadka baabiinaya maxaa cadeyn ah waxaa cadeyn ah may maqlaysa macalin waxaa cadeyn ah waxaa cadeyn ah oo aan ku cadeynaya war nimankii inta ma reexaan u yimid oo raxan weyn u timid oo dadkii deegaanka degana u yimaadeen ay yiraahdeen war maamul aan dhisanno oo diiday war nimankii inta yiri war hubkan iyo waxaan waa la qaadanahayaa aan hubkeena anagu haysano oo aan anagu isdifaacno diiday war nimankii inta la yiri ciidamaha la sameeyo oo amniga magaalada suga oo la yiraahdo hoggaamiyaha la sameeyay diiday oo ku hayay annaga waxaan ahayno meesha ka talinaya cidan amar ka yeelayna male oo dadkii sidaas ugu diiday tala iyo inay wax la qabsado maantayto markii hubkiina la qaatay dadkiina la isku baabiinayo ma dhihi karaan anagu mas-uul kama nihin ilaahay baa ku dhashay macal ma dhihi karaan ma dhihi karaan ayaga mas-uul ka ah ayaga diiday in maamul la sameeyo ayaga odayaashii iyo dhaqankii iyo ummaddii maamulka samayn lahayd oo dhan ka tala diiday ayaga ayaa diiday in ciidan amniga ka siman oo amniga suga oo qabiilada deegaanka degan oo dhan ka kooban la sameeyo ayaga hubka in gacanta looga geliyo xasan sheekho muqdisho loo qaado tignikadii wadanka looga difaacayo kenya iyo maxaliyada argagixisade ayaga ayaa sabab u ahaayo qaaday ayaga ayaa shuuta keenay ayaga ayaa dadka isku baabiinaya ayagaana ka mas-uul ah waxaa loo baahan yahay marka shacabka meesha degan oo raxan weyn iyo mareexaan in ay inta gacmaha isqabsadaan ay ka sifeeyaan deegaanada nimankan oo
سياسيين كتن اه واستنطلق كل هاي نمان كان او دقا حبطة او قوة رئيسة وان انا بلقنا لقود افتا حبطة او قوة رئيسة وان انا عادة لقود افتا وان اللايا وان كبيرو تدن لقا السعرة ماشا وان عيدا كتن اه لسميه